فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل تؤدى السنن الراتبة القبلية والبعدية في حالة الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وإذا كانت تؤدي ما تؤدى، كيفية هذه التأدية؟ هل تكون بعد الصلوات أو قبلها بالنسبة للقبلية؟ أما السنة القبلية، ما في سنة قبلية في مجموعة ظهر قبل الصلاة والصليح، ما في إشكال. جماعتها مع العصر صليها، فصلي الراتبة قبلها. نعم. يعني مثلا إنسان مريض أو جمع الناس من أجل المطر بين أخر الظهر إلى العصر، يصلي الراتبة أولا 4 ركعات بالتسليمتين، ثم إذا فرغ من صلاة العصر صلى الراتبة البعدية التي للظهر. فهمت؟ في المغرب والعشاء يجمع بين المغرب والعشاء، ثم إذا فرغ صلى راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء. والتسبيحات في الآخر بعد المجموعتين. هذه قد يقال إنه اجتمع عبادة من جنس واحد فيكتفى بواحدة عن أخرى، وقد يقال سب عن هذا وهذا. نعم.